إلى فقرة السوشيال ميديا وإعلان شركة تويتر بدء استخدام ميزة جديدة أطلقت عليها اسم فليت، تسمح بمشاركة الأفكار العابرة أو الآنية وتبقى لمدة 24 ساعة فقط. سنتعرف أكثر إلى هذه الميزة الجديدة مع ضيفتنا من شركة تويتر بعد قليل. منذ إطلاقها في عام 2006 لم يختلف شكل منصة تويتر كثيرا، القواعد نفسها إجمالا، عدد حروف التغريدة وحجم الصور والفيديوهات، لتخرج علينا بميزة جديدة أطلقت عليها فليتس، وهي مشابهة لميزة ستوري المشهورة في إنستغرام وسناب شات، حيث ستحذف تويتر التغريدات تلقائياً عقب 24 ساعة من بثها. وستتيح الخاصية الجديدة للمستخدم كتابة نص يصل حتى 280 حرفاً وتحميل صور وتصميمات بصيغة جيف إضافة إلى الفيديوهات. وبمجرد اختيار النشر ستظهر مشاركتك الجديدة بين القصص على صفحات الأصدقاء. تويتر تقول إن هذه الميزة الجديدة ستساعد رواد المنصة على الشعور براحة أكبر في مشاركة أفكارهم وآرائهم. لكن تقريرا نشرته صحيفة الجارديان البريطانية أشار إلى تعرض بعض مستخدمي فليتس لمضايقات عبر الإنترنت، مثل السماح بالرسائل المباشرة غير المرغوب فيها، وهو اتهام يزيد من الضغوط على المنصة التي تواجه اتهامات تتعلق بنشر المعلومات المضللة. ولم تتأخر تويتر في الرد على هذه الانتقادات، مؤكدة أنها ستعمل على العديد من الإصلاحات لضمان خصوصية المستخدمين. معنا من دبي مديرة العلاقات العامة في شركة تويتر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رشا فواخيري. صبحك الله بالخير يا رشا، وأهلا وسهلا فيك معنا اليوم. يعني يمكن أكثر تعليق سمع من بعد ما تم إعلان هذه الخاصية أنه أصبحت التطبيقات متشابهة بشكل كبير، سواء من انستا ستوريز في انستغرام او من خاصيه الستوريز ايضا في سناب شات اللي تعتمد عليها اعتماد كلي، والان على تويتر. ليش تويتر الان اتخذت هذه الخطوه واعتمدت يعني خلينا نقول خاصيه الستوريز؟ طب اول شيء بس نشرح كلمه فليت. زي ما حكيتي حضرتك، هي ترجمه افكار عابره، وكانت فكره اطلاق هي الميزه انه نسهل على الاشخاص على المنصه لحتى ما يبداوا محادثات بمنصتنا. هلا ليش اطلقناها؟ اولا احنا عملنا دراسات حسب سلوكيات الاشخاص على المنصه، واللي شفناه من هالدراسات انه في تردد للتغريد، شفنا انه في ناس حاسين بضغط، ما حاسين انه مش مرتاحين يبداوا هي المحادثه. فالفكره كانت انه يعني طبعا عشان طبيعه منصتنا عامه شفنا هدول السلوكيات على المنصة. فبما أنه طلعنا بهدول النتائج، قمنا باختبار أطلقناه هاي السنة بأربع بلدان. هدول الأربع بلدان هن الهند، البرازيل، كوريا الجنوبية وإيطاليا، واختبرنا ميزة فليتس. حسب النتائج اللي طلعت من هذا الاختبار لقينا شغلتين. أول شغلة لقينا أنه الأشخاص اللي كانوا على المنصة قبل ما أطلقنا فليتس، بعد ما اطلقنا هاي المنصه صار في حماس اكثر ببدء المحادثات، مش بس ببدء المحادثات بس بالمشاركه مع محادثات مع فليتس ثانيه، يعني مع اشخاص ثانيه انشئوا فليتس من خلال الدايركت مسجز والرسائل المباشره. وكمان شفنا انه الاشخاص الجديد اللي صاروا على المنصه، زي ما بتعرفي يمكن حضرتك انه حاليا عندنا اعلى يعني اعلى رقم مستخدمين من اول ما يعني انشات المنصه، يعني عندنا 187 مليون مستخدم نشط بنسميهم مونيتايزبل. فهدول المستخدمين الجداد كمان لقينا انه صاروا يلاقوا سهوله اكثر ببدء المحادثات. طيب فحسب رشا هدول الدراسات اطلقنا هي الميزه. طيب رشا، هذا ما يغير من هويه تويتر؟ يعني انت ذكرتي قبل قليل انه الناس تتردد في بعض الاحيان في يعني نشر تغريده ما كون انها موثقه ومدونه، وتويتر معروف انه يعني تطبيق للتوثيق وللتدوين وللكتابه وللقراءه، وهذا يمكن كان يعطيه شويه رزانه بالنسبه لبقيه التطبيقات. ما حتضيع هذه الخاصيه او الهويه مع هذه فليتس، خاصيه فليتس اللي حتبدا الان؟
طب بس أول اشرح إيش هدفنا بشركة تويتر. هدفنا بالشركة هي خدمة المحادثة العامة، وطبعاً لحتى ما تشمل هاي المحادثة الجميع لازم نوسعها طبعاً. فحسب الدراسات اللي عملناها لقينا إنه لحتى ما الناس يشعروا لحتى ما يتشجعوا إنه يشاركوا بهاي المحادثة لازم يشعروا بشغلتين هن منطقيين. أول إشي بدهم يشعروا بسهولة لما يبدأوا هاي المحادثة، وثاني إشي بدهم يشعروا إنه في عندهم تحكم ببدأ هاي المحادثة. فالإشي اللي كان بدنا نوضحه اليوم إنه ميزة كيف التحكم رشا؟ كيف يعني التحكم؟ التحكم أطلقنا ميزات كتير خلال هاي السنة والسنين الماضية، بس واحدة منها هو لما أطلقنا الإعدادات الجديدة للمحادثات اللي هو من ضمنه بتقدروا تختاروا مين بيقدر يرد على التغريدة تبعتكم. بالماضي بس كان بيقدر الجميع، أي حدا يعني بقيمي بإنشاء أو نشر تغريدة أي حدا بيقدر يرد على التغريدة. حالياً ممكن تنقي أنه بس بدي الأشخاص اللي بتابعوني اللي أنا بتابعهم يردوا هاي التغريدة، أو بس بدي الأشخاص اللي أنا بذكرهم يتابعوا هاي التغريدة. لقينا إنه الأشخاص اللي عم بيستخدموا محادثات بهاي الإعدادات عم تطول طول المحادثات تبعتهم عن الأشخاص اللي ما عم بيستخدموا هذول الإعدادات. بس اللي كان بدي أوضحه اليوم هو إنه فليت هي أحد الميزات اللي إحنا أطلقناها لتحسين المحادثة. فإحنا بس الفكرة بدنا نعطي عدة اختيارات للأشخاص. في غير فليت زي ما بتعرفين هاي السنة طيب. اطلقنا. رشا كيف نقدر نفعل هذه الخدمة على تويتر؟ هل لازم اعمل ابديت او هي ومتى حتكون خلاص في متناول الجميع؟ الان في الشرق الاوسط اطلقتوها ولا بعد؟ أطلقناها قبل يومين عالمياً وبالشرق الأوسط، حتكون متوفرة خلال هالأيام المقبلة. فاللي لسه مش شايفه على الخط الزمني تبعه إن شاء الله راح تطلع له بهالكم من يوم. شكرا جزيلا لوجودك معنا يا رشا وعلى كل هذه الإيضاحات. رشا فواخيري مديرة العلاقات العامة في تويتر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعطيك ألف عافية.